راه مداير فوضى حقيقة، مداير فوضى. أنا قبيلة تكلمت عليه، ما حبيتش ندير فيديو باش ندير فوضى. تكلمت عليه قلت لهم والله الزي هذا ما عجبنيش، ما عجبنيش الزي هذا. شفت الفيديو تاعك. شفت الفيديو، ما حبيتش نهول. قبل ما نهول قلت لازمني الو المستشار، نشوف رأي المستشار ونشوفه. مسكين ده رايح اولمبياد باريس، احنا الشعب الجزائري احنا ضرب ودعنا سبحان الله، ها وضرب ودعنا اخضر ابيض احمر، انت تنحي دم الشهداء وتحط لي الازرق. شو ندير بالازرق انا؟ الازرق سبحان انت رايح لباريس درت باش، قال له باش تردي باريس دير لهم اللون الازرق تاع فرنسا. لا لا راك غلط، سي شنو، ماشي تاع فرنسا الازرق هذاك، يفهمش ده السنده مش ماشي تاع فرنسا، ازرق تاع واحد اخر. لا، هم رايحين باريس داروا اللون الازرق والاخضر وابيض تاع فرنسا، اللون الازرق تاع فرنسا. راك غلط، كيف راك غلط الشيخ؟ ماشي تاع اهي فرنسا، يا سيدي زوين. ماشي تاع فرنسا. شوف نفهمك، هذاك الازرق هذاك يا اخي، انت سمعت بحكاية تاع مصطفى براف اللي وقف للنشيد الوطني؟ بيان سور كلمني. صح. بصح 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 احبس احبس والله غير احبس يا شيخ، مش كامل ما اتفضل. تقوليش راح نروح للجهه الفلانيه. اوبليجي اني اخوك ندك الفم. اني اخوك شوف، تبعني مليح، تبعني مليح يا اخي، سمعنا بالحكايه هذه. فيها هذه الحكايه فيها الازرق ولا ما فيهاش؟ بيان سور فيها الازرق. صح. دوك تبعني، راك تشوف أنا التصويره كيف هذه، هذه التصويره هذه مصطفى براف مع هذه المرأة هذه، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ أنا عارفها مش هذه ما كانت شفت السفيرة تاع لا هونغري، تاع بالعربية الماجر وكذا، تاع ما لا شاء الله. هونغري في الجزائر، وكانت عندها علاقة صداقة مع مصطفى براف. استنى استنى سامحني سامحني سامحني، أه. بس يعني انا مش ما نقولكش ما نعرفش، بس انا اعرف ابي بري تعمقت شويه معاها انا مصطفى براف وابراهيميه، بديت ملي درت خبايا رياضه وليت الناس طالع في الكتب وتروح تلعب رياضه، وليت نتعمق معاها انا، وليت نقرا تاريخهم ونقرا هذه المراه شايفها معاها في زرفو، ما عبانيش باللي سافر هذا المجر، بصح شايفها معاها في دي فوتو بلي زرفو. هاو في هاد في هاد ما ندخلكش في كاري دي زويد، جو بونس اكثر من صداق. هذا واش حبيت ما نقول لك؟ ما يهمناش هذاك، احنا ما يهمناش هذاك، احنا لا نقعدوا نورمال. اسكو هذه هي اللي كانت تكلم عليها عمر؟ هذه هي. تكمل سامحني كمل. وهنا كيما راك تشوف براف ديكوري دو لوردر دو ميريت، دونك عطات له لا ديستينكسيون لي ا ايتي روميز بار لومباسادريس، هي ثاني كرماتو. تكريمات اوكي. صح. دونك راك تشوف هذه هاني شوف. السفيرة، السفيرة صارت واحد الحكاية، ما ندخلوش في التفاصيل، حتى زادوا لها عامين في الجزائر. فعجبتني الكرافات الزرقاء دي. شوف هاد المرأة هذه، هاي وراهي، راك تشوف الأزرق؟ راك تشوف الأزرق؟ راني شوف في الازرق اللي ما تحبوش. صح. هذا دوك نفهمك واش من العلاقة بين من بدات، واش من الماركة اللي رايحين بها يا اخي، رايحين ببيك فيك ماركة صينية. بيك الممول الرسمي للزروقة. جبنا الخيط، جبتنا بارك الله، جبتنا الخيط. هذا والله اللي كنت نقول فرنسا وكلاني قلبي ومصباح انا نستنى باه ندير فيديو البربري كيف الوان فرنسا. هاني لقيت روحي داخل في الدوام وما تفتش. دوك كل راسك. دوك هاو الازرق، وين رانا رايحين؟ وهاد الماركه او كاين ترويج تاع بعض الدول باش البويكوت تاع الماركه هذه في الالعاب الاولمبيه، لانها المموله تاع الفريق الازرق. ثم احنا دوك رايحين بماركه نفس الماركه تاع 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 الزروق هذا. باذن الله. لا لا ما مش باذن الله، ان شاء الله هذه الحصه نحطها على الصباح يا ربي، روحوا بنفس الماركه للاولمبياد. يا أخي
روح ادخل في جوجل، ادخل ممول بيك وش من البلدان يمول وحدك، اي واحد يدخل. هذه المعلومه بين قوسين، نشكر لي زولترا تاع المولوديه، بارك الله فيهم لي زولترا تاع المولوديه، هما اللي خلطوا، هما اللي راحوا لحقوا هذه المعلومات. انا مال الجمهور الرياضي واش راح نقول لكم؟ لا لا ما امبوسيبل درك، هاو على ما ازرق و سبونسور تاع تاع الزروك، هاو كيفاه درك؟ كيف الحل؟ كيفاش نديروا درك احنا؟ اسكو يروحوا يلعبوا بهذه؟ اسكو الدوله تتحرك؟ اسكو الشعب يتحرك؟ ما فهمتش انا. شوف هذه الحكايه تاع بيك هذه، انا كنت في اللجنه الاولمبيه، بدات وقيله في 2012. هاد بيك هذا شفت واش صرا على لا فيدراسيون فوتبول، ولي كونترا اديداس مع اديداس، اديداس مع اديداس. الكونترا تاع بيك سينياه براف وبراهميه، هما غير هما اللي على بالهم واش كاين داخل الكونترا، واحد ما يعرف. كاين كونترا تاع بيك وكاين كونترا تاع لو كوك سبورتيف. لي جي اف كانت جبداتو وكان القيام 250,000 دولار وين اللي راحت. المهم هاد بيك هذا المفروض في كل عقد، مثلا تتحكم ايطاليا عندها عقد مع ارماني، تلقى الرياضيين كل سنه لابسين ارماني. حنا بيك هذا ما كانش واحد يلعب بيك، ما كانش واحد يلبس بيك. كيجي الالعاب الاولمبيه سمعنا من قبل يخرج لك بيك. اذا كان بيك عنده سبونسور معك، كاين عقد، كاين تمويل، تمويل الاتحاديات. اجبد لي اذا كان اتحاديه جزائريه خطره دات سنتيم. صافي زوين اخويا، على بالك انا داخلين في ارانا داخليا وقاعدين نتعمقوا، على بالك المواضيع ما حبوش يخلصوا. بيان سور الناس حكمه 30 سنه اخويا، على بالك قضايا عده وعده وعده يا ولدي، لازم كبير مش غير كبير، لازم خبراء ودوله جزائريه والادم لازم يجيبوا لهم العسكر هذا. احنا المهم شوف المهم والله ما نطلبوا حتى حاجه. انا المهمه تاعنا اليوم الشعب الجزائري يعرف الحقائق، نقطه الى الصفر. من كل ما نديروا حصه وانت على بالك بها، الجواب وشنو؟ ماشي قال الله عنده الحق، واذا ما عندوش الحق نجاوبوه نردوا عليه، لا لا. من كل ما ندير حصه اسمع نروحوا نديروا نرفعوا قضيه، هذا واش يعرفوا يديروا؟ رفع قضيه عنده ما يرفع قضيه، رانا نتكلموا بادله بوثائق ورانا نجيبوا فيه معلومات، ما ورانا بالاستنتاجات، ما راناش نتهموا على النيه، احنا رانا نهضروا بوثائق وبوقائع كاينه فاهم، واستنتاجات موجوده. اليوم المشكل خطير، اكثر خطوره من تصريحات تاع الامين العام اللي جاء من عدم واصبح امين عام للجنه الاولمبيه. الاسبوع القادم ناخذ الوقت نعطيك نديرو حصه ونعطيك كل التفاصيل، مين جا، كيفاش جا، وعلاش جا، وعلاش راه هنا. اخويا انا هنا والله اون فان كومبات، اون فان كومباتي وفرات، راح نمد بركه واحده طرف برك جزء راح نتكلم فيه، انه قبيله درت فيديو تكلمت قلت لها الحصه قادر نحطها قادر ما نحطها. شوفوا خالتي العزاز، الحصه مش قلت نحطها ولا نحطهاش خوفا ولا نو، ما غير افواغ، ما عندها حتى علاقه بالشهاده، باسكو امور عده قاعده تصرع، رانا تعبنا، انا واحد من الناس تعبت، نقول لكم عليها تعب. الحصه راح تكون يوم احنا رانا نسجلوا على الساعتين تاع الصباح، دخلنا في يوم الخميس، اليوم يوم الخميس على الساعه 9 بتوقيت الجزائر راح تكون الحصه، وفيها عملاق، فيها ضيف الحصه عملاق، وفيها دواسه بالاوراق وبالادله للرئيس تاع النائب هذايا، باش يعرف مليح بلي النائب هذا اي جي دانت. اليوم راه ريبوندينا عليك اي جي دانتك في الحصه دي، راح يكون رئيس النائب هذا اللي خرج بالخرجه هذيا ويتهم في الناس. وبعد الحصه هذه يوم الجمعه فيها حصه اخرى، راهو كاين حصه ثانيه يلي زعما سيف زوين قبيله تكلمت قلت لهم قادر نحط قادر ما نحطش، ناس دخلتها كمل رانا معاك رانا هكذا رانا هكذا. احنا رانا نعرف المسؤوليه وقادرين على المسؤوليه،
وعلى بالنا مام غدوه نصرى وش يصرى ونلقاو راح وحدنا ما كاش مشكل لسونسير على جال بلادنا. وقالها واحد الانسان في الحصه تاع اليوم الجمعه وعقدنا العزمه ان تحيا الجزائر. يا اخي هكذا سي بزاف. احنا باش نوضحوا برك صح تكلمنا بلي ما نحطوش على سبب واحد. واش تكلمت انا وياك وقيل واحد ساعه ولا زوج تاع اسكن الحصه ممكن تضر السمعه تاع الوفد الجزائري ام لا. هذا ما كان، هذا ما كان، ماناش حابين نكونوا